أما هلأ مشاهدينا ننتقل لمحطتنا التالية، موضوع مهم اليوم. يمكن عم نحذر صرنا أكثر من يومين عبر رحلاتنا الصباحية من ارتفاع درجات الحرارة، وعم نسمع بضربة الشمس بالحرارة العالية قديش إلى آثار كتير قوية على الجسم. صح، وضربة الشمس مرتبطة بدرجات الحرارة العالية وأيضا بالصيف بشكل عام. صحيح. لما نحن نتعرض لفترات طويلة للشمس سواء على البحر أو بالمسبح أو إذا مشينا لفترات طويلة بالشمس، وأكيد إلى كثير من الآثار والأضرار على صحة الجسم. نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بيسعدنا نرحب بالصيدلانية الدكتورة هالة شاهين. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. خلينا بالبداية نعرف ضربة الشمس شو هي، لأنه أحيانا بصير في اختلاطات. تمام. اليوم لأنه بنعرف مثلا ارتفاع بدرجة الحرارة، أقياء، بتحسي وهن جسدي، العالم كمان بتخاف تخلط ببعض الأعراض. هي اسمها ضربة شمس بس فينا نقولها كمان ضربة الحرارة، بمعنى أنه هي ليست فقط ناجمة عن المسير تحت الشمس أو نقعد تحت الشمس، هي أيضا ممكن تصير معنا لما نحن بنكون موجودين بمكان درجة حرارته مرتفعة جدا. ضربة الشمس يعني لما بترتفع درجة حرارة الجسم لأعلى من 40 درجة، لكن ليست ناجمة عن عامل ممرض هو أدى لارتفاع درجة حرارة الجسم، إنما عن الظروف المحيطة ارتفاع درجة حرارة الجو. ارتفاع درجة حرارة الجو بتخلي إنه الجسم عادة بالحالة العادية في عنده آلية تبريد، ترتفع درجة حرارة الجو الجسم بيبلش بيتعرق، عملية التعرق بتعمل تبخر، هذا التبخر بيرجع بيعدل حرارة الجسم. لما بتكون درجة حرارة الجو كتير عالية ونحن متواجدين بهالحرارة العالية لفترة كتير طويلة، هون الجسم بيبلش تتخربط آلية التبريد عنده، ما بيعود بيقدر بيتعرق بنفس الطريقة اللي بيستخدمها عادة لحتى يعمل تبخر ويخفض درجة الحرارة. من هون منفوت بما يعرف بضربة الشمس أو ضربة الحرارة. دكتورة خلينا نحكي أكثر، يعني استجابة الأجسام عم تختلف لأي مرض أو عارض، مين الأكثر الأشخاص اللي هن معرضين للإصابة بضربة الشمس؟ أكثر الأشخاص عرضة للإصابة أو يتضرروا من الحرارة العالية أكيد أول شيء الأطفال تحت عمر الخمس سنوات، كبار السن حتى لو كانوا موجودين ضمن البيت ما لهم طالعين لبرا، كبار السن فوق عمر 65 سنة بدرجات الحرارة هي ممكن ينصابوا بضربات الحرارة أو ضربة الشمس. الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثلا مرضى القلب، مرضى الضغط، مرضى السكري، لأنه هون عمل القلب أو خلينا نقول الدورة الدموية عندهم طريقة الاستقلاب هي مانا منتظمة، فبالتالي آلية التبريد يلي بيستخدمها الجسم هي أيضا مانا منتظمة. الأشخاص أكيد يلي بيشتغلوا بالأماكن الحارة مثل يلي بيشتغلوا بالأفران مثلا أو محلات الأكل يلي بيوقفوا ساعات طويلة قدام الأفران قدام الغاز إلى آخره. الأشخاص يلي عندهم ممارسة لنشاطات مجهدة بالحرارة سواء بالشمس أو هي مثل مثلا لاعبي الرياضة أو مثل الناس العاملين البناء مثلا يلي بيشتغلوا لساعات طويلة أو بالأفران أو أي حدا. تماما، هدول الأشخاص هن الأكثر عرضة، بس أكيد كل الناس معرضين إذا ما داروا بالهم وأخذوا احتياطاتهم. هي نقطة كثير مهمة خلينا نحكي عنها الدكتورة، لأنه كثير من الناس معرضين اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف وأساسا ما في كهرباء لتعملي حالة تهوية أو تخفيف من ضغط الحرارة حتى داخل المنازل للأسف. خلينا نحكي طرق التعامل مع ضربة الشمس إذا بدنا نفصل، لانه اساسا تختلف يمكن فينا نقول عن الطفل من كبار السن، كيف تمام. فينا نتعامل معه؟ نحن اول شيء لنعرف انه هذا الشخص صار معه ضربه حراره او ضربه شمس، بدايه ارتفاع بدرجه حرارته مفاجئ ولا لدرجات كثير كبيره فوق 39 اكيد، يعني بنبلش بنشوف حرارته 39 ونص 40 ومرات بتتجاوز ال 40. هالحراره العاليه بتؤدي لانه الشخص وعيه بيصير مو تمام، يعني بنبلش بنلاحظ عند الشخص اللي مصاب بحاله ضربه الشمس نوع من الهلوسه خلينا نقول او ردود فعل مانا مزبوطه، يعني ممكن بنحاكيه ما بيرد او ممكن بنحاكيه بيرد بشيء ثاني، زائد انه ممكن نبلش نحس عنده ضربات قلب شديده جدا، لانه القلب لحتى يتدارك هي الحاله بيبلش بيضخ دم بكميه كثير كبيره ليزيد حاله التعرق، يزيد حاله يحاول يخلص الجسم من هالحاله اللي هو فيها، فبترتفع ضربات القلب بصوره كثير كبيره عند الشخص اللي مصاب بضربات الحراره. ممكن نلاحظ عندهم اختلاجات، ممكن نلاحظ عندهم احساس بالغثيان والاقياء، هي كثير بنشوفها غثيان واقياء عند الاشخاص، بس شفنا هيدي الاعراض لازم فورا نبلش نشك انه هيدا الشخص اللي قدامنا هو مصاب بضربه
شمس أو ضربة حرارة. هلأ كيف التعامل معها؟ بداية نحن خلينا نقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. صحيح. يعني إذا نحن مالنا مضطرين نطلع بدرجات الحرارة هي، يفضل أنه نستغني عن المشاوير تبعنا لحتى ما نوصل لهالحالة. نحن مضطرين وتعرضنا لهالحالة، أول شيء الشخص يلي مصاب بهي القصة بداية تبريد الجسم، محاولة تبريد الجسم. إذا نحن موجودين بالبيت نحاول نخفف له ملابسه قد ما بنقدر، وممكن ندخله تحت الدوش، أو إذا ما نقادر يوقف كمادات باردة على كامل الجسم. يعني نحن ممكن نأخذ منشفة كاملة نبلها بمي باردة ونحط عليه لحتى نساعد الجسم أنه يخفض حرارته. هي أول مرحلة. تاني شغلة، نبلش نعطيه سوائل. ضروري جدا نبلش نعطيه سوائل. بدنا ننتبه أنه نعطيه سوائل، يفضل نركز على الماء أو العصائر الطبيعية. نبتعد عن المنبهات. في ناس مثلا بيلاقوا أنه بهالحالة بيعطوني راسي خليني أشرب قهوة مثلا، قهوة أو شاي. ابتعاد تماما عن المنبهات أو كل شيء بيحتوي على كافيين، لأنه هاي الأنواع من المشروبات فيها مفعول مضر، وأنا ما بدي أعمل له إضرار، أنا بالعكس بدي أرجع عوض له السوائل، أرجع رطب له جسمه. فبالتالي بركز على الماء، بركز على العصائر الطبيعية، تخفيض حرارة الجسم، وجوده بمكان مظلل مكيف قدر الإمكان. مثل ما قلتي حاليا ما في كهرباء. صحيح. بدنا نحاول بمراوح ربما يدوية الموجودين بالبيت نتساعد بهالقصة. برجع بقول مثلا نرطب بشكير ونحطها تحت راسه، على جنب جسمه، على ايديه، على رجلي. هيدي التصرفات يلي ممكن نعطيه حبه خافض حراره اذا كان كثير الازعاج، وتحت المراقبه. استمر الخربطه خلينا نقول، او هاللاوعي اللي عنده قد يحتاج لمشفى. تمام دكتورة، كنت بدي أسألك أيمت نحن ممكن نقول للمشفى أو التدخل الدوائي هو فقط هو حبة الخافض الحرارة فقط لا ولا أي شيء تاني؟ تماما. من راقب وعيه، من راقب ردود أفعاله. إذا استمر أنه ردود أفعاله ما طبيعية، يفضل أنه ناخده للمشفى أو نجيب طبيب للبيت يفحص الحالة. لأنه في بعض الأشخاص ما بيكتفوا، أو بيكون الضرر صار كتير كبير، ربما تعويض السوائل الفموي ما بيكفي، فربما هو يحتاج مشفى لحتى نضطر نفتح له وريد ونحط له سيروم. فمراقبة بداية، مراقبة، تبريد الجسم، سوائل فموية، لقينا أنه ردود الفعل بقيت غير طبيعية، فوراً النقل إلى المشفى. هي حالة الهذيان أساساً متعلقة بنقص السوائل بالجسم، فبيكون معدل السوائل منخفض جداً، هون نضطر ننقله للمشفى دكتورة. تمام. لأنه هو هالإصابة بدرجة بضربة الحرارة، مثل ما قلنا الجسم بيبلش بيتعرق كتير. عملية التعرق هو عم يخسر سوائل وعم يخسر شوارد. خربطة الشوارد هي اللي بتأثر على عمل القلب، بتأثر على مثل ما قلتي موضوع الغثيان، موضوع القيء. خربطة الشوارد هي قصة كتير مضرة للجسم على كافة الأجهزة. فبالتالي إذا نحن لحقنا الموضوع بأوله قد يمشي الحال، لكن كثير أحيان نحن بنضطر للمشفى. فلازم المراقبة، ومراقبة ردود الأفعال، والقرار المناسب عادة أنه ناخذ للمشفى إذا لقينا ما له وعي. طيب دكتور، أحيانا بنشوف أشخاص ما فيهم، فينا نقول متعرضين لضربة شمس بس ما في ارتفاع درجة حرارة عالية، يعني بنشوف غثيان، وهن جسدي، حالة من التعب، هيك ضعضع بالجسم بتحسيها، مع أقياء، مع وجع راس، نوعا ما هون بتبقى الحالة يومين. التعامل معها بيكون بنفس الطريقة؟ نفس الطريقة، هي راحة تامة. هي حمية حتى. صحيح. لحتى تهدى حالة الغثيان والقيء اللي موجودة عنده. تعويض السوائل كتير مهم، ما يطلع بالحرارة العالية أبدا. برجع بركز على فكرة أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج، يعني ما لنا مضطرين بلاها الطلعة هالفترة، لأنه عن جد الابتعاد هو أحسن طريقة لحتى نتجنب الوصول لهي الحالة. دكتورة، كمان يقال أو شائع أنه الأشخاص يلي بشرتهم سمراء هنن أقل عرضة للإصابة بعرضة الشمس. نشوف مثلا بعض الأشخاص اللي بيطلعوا بشرتهم بيضاء على الشمس فورا يا بيحمروا يا بيصيرشون أحمر أو إلى آخره. هي المعلومة صحيحة ولا لا؟ مزبوط مزبوط. البشرة البيضاء هي أكثر حساسية للحرارة، لكن هذا ما بيعني أنه السمر ما بينصابوا أو هي، لا أكيد بيتحملوا الحرارة أكثر. بس سبحان الله البشرة السمراء فيها أصبغة شوي بتقاوم أكثر الشمس. لكن أكيد السمر والبيض هن معرضين بدرجات الحرارة هي العالية مع الرطوبة عالية. على فكرة كل ما زادت رطوبة الجو تزداد فرص الإصابة بضربات الشمس وضربات الحرارة. فسمر ولا بيض
بهي الحرارة الكل بده ينصاب، لذلك الكل لازم ياخذ حذره. طيب خلينا دكتورة نحكي عن الأطفال اللي هن كمان عرضة للأسف لهي الحالة، طريقة التعامل معهم يعني كنت عم احكي لك تحت الهواء قلتي قديش مهم فعليا نعرضهم للمي، دائما نبللهم، نتعرضهم لدوش فينا نقول مي مش كمان باردة كثير بس معتدلة، حتى تعملي اعتدال بدرجة حرارة الطفل، لأنه أساسا الطفل حرارته عالية من كثر ما بيحرق أكتر، لأنه الطفل ما بيهدى. هلا الكبير ممكن تقولي له إنه ارتاح خليك مرتاح، الطفل ما فيك تطلبي منه هذا الشيء، لذلك دائما بالصيف ينصح إنه نحن الأطفال نخليهم بهوايات مائية، مثلا إذا بده يطلع من البيت نبعته مثلا ليمارس هواية خليها تكون مسبح، ضمن البيت ممكن نحن نعطيه شغلات يلعب فيها مي، مثلا ضمن المطبخ او ضمن اي مكان حط له طشه مي يلعب فيه، هون انا بخليه بتماس مع الماء، هذا التماس بخلي انه هو عم بيعدل جسمه، دائما نعودهم على شرب المياه بكميات كثير كبيره، لانه شرب المياه للصغار والكبار هو عامل وقايه كثير مهم من ضربات الشمس. قديش المعدل؟ لانه في اختلاف معدل المياه عادة ما بين لتر ونص للترين يوميا صغار وكبار، إيه لكن بدرجات الحرارة هي يعني قد ما خلينا نقول 12 كاسة 12 كاسة إذا فينا 12 كاسة وهون بدرجات الحرارة هي بدنا نعود حالنا نشرب لو ما لنا شعرين بالعطش، يعني نحن كل ربع ساعة شفة مي نخلي الكاسة معنا، وكل ربع ساعة شفة مي بنلاقي إنه نحن شربنا عدد كاسات مي بدون ما نحس، بنضل عم نرطب جسمنا وبنضل عم نتفادى انه نوصل لمرحله التجفاف وضياع السوائل. باجواء الطقس الحاره خلينا نحكي عن تعرض للشمس، في فتره معينه خلال النهار بتكون فيها تاثير اشعه الشمس اكثر ويعني احتماليه الاصابه بضربه الشمس اكثر، يعني يفضل ابدا ما نطلع الاكثر ضررا هو ما بين الساعه 10 صباحا و3 بعد الظهر، هي الاكثر ضررا. لذلك الناس اللي مضطره تطلع انه تقضي اشغالها، نحن دائما بنقول بهذا الطقس حاول تطلعوا على بكير، يعني 8 اذا انا طلعت من بيتي 8 لاقضي اغراضي، انا لساني نوعا ما بالسيف سايد خلينا نقول، لسه الشمس ما وصلت لذروه الضرر تبعها، ذروه الضرر بالحراره والشمس هي ما بين التوقيت العشرة يختلف والتقل. يعني هي العرضه مده العرضه للشمس كمان تختلف، يعني في ناس طبيعه اجسامها تختلف، بتقول لك انا ما تعرضت للجسم يعني جسمي ما تعرض للشمس اكثر من 10 دقائق معقول انا اصاب بضربه شمس، تختلف فينا نقول طبيعه حراره الجسم طبيعه في ناس روتينهم اليومي يوميا بيتعرضوا، هون بصير الجسم في عنده مثل تعود على انه كل يوم يتعرض للشمس بيصير شوي بيتحمل اكثر، في ناس اللي ما بيطلعوا مثلا مره بالاسبوع اكيد لما بدهم يطلعوا لو 5 دقائق او 10 دقائق رح يتضرروا بدرجات الحراره هي، لانه الجسم ما له متعود. اذا هي مراقبه لعاداتنا، دائما نخلي ببالنا انه بهذا الطقس ما لنا مضطرين بلاها الطلعه، خلينا ضمن المنزل ودرهم وقايه خير من قنطار علاج اكيد. خلينا ناخذ هيك نصائح من حضرتك اليوم او نقط حابه تنوهي عليها ونحن ما ذكرناها بما يخص موضوع ضربة الشمس. مثل ما قلنا ما نطلع الا للضروره، اذا اضطرينا نطلع اختيار الملابس المناسبه كثير بيساعد بانه ما نوصل لمرحله ضربه الشمس. الملابس هي الملابس دائما الوان فاتحه، اختيار الالوان الفاتحه، الاقمشه الرقيقه كثير بخفف من فرص اصابتنا بضربات الشمس وضربات الحراره، الاكثار من السوائل مثل ما قلنا، شرب المي ولو ما لنا عطشانين، خلوا قنينه المي معكم او كاسه المي معكم، كل ربع ساعه نشرب شويه مي لو ما لنا شاعرين بالعطش، لانه هذا كثير بيساعد بتعويض السوائل، اي اضطراب حسينا فيه نحن او لحدا من اهل بيتنا ما نستسهل فيه بهي درجات الحراره، فورا نحط الشخص تحت المراقبه واذا اقتضى الامر نلجا لطبيب او نلجا لمشفى. طيب دكتوره بنشوف كمان في ناس بتحب تتعرض هي للشمس، يعني اليوم مع فصل الصيف بنقول والبحر بنشوف ناس بتقعد ساعات طويله وللاسف بتعرض اطفالها، يعني احيانا بتشوفي اولاد محروقين من الشمس وقاعدين على البحر، هذا كمان قديش بياثر جدا بشكل كبير، يعني الاعتدال دائما الاعتدال هو سيد المواقف كلياتها، نحن مثل ما بيقولوا مو انه والله نقعد لدرجه نوصل لمراحل من الحرق، في ناس بتقعد صحيح على البحر او بالمسابح لدرجه حرق من الدرجه الثانيه في منهم، طيب ما لكم مضطرين لهالقصة، يعني شوي شوي صيف 3 شهور ما نهار واحد، نحن بامكاننا كل يوم اذا تعرضنا نصف ساعة فقط لا غير، ما بدها القصة أكثر، نص ساعة على مدى الصيف كلياته نحن بنحصل على ناخذ الفائدة من الشمس بدون ما نحصل على الضرر منها.
أنيبي الختام. بدنا نشكرك كثير دكتوره لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم، يسعد صباحكم. الدكتوره الجميله هاله شاهين اكيد بدنا نشكرك لوجودك معنا. شكرا كثير لك، تسلمي.